الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى صاحب الرؤيا أن الجمل يعضه في المنام يدل على تعرضه لمشكلة صعبة، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أن الجمل يعض زوجها في المنام علامة على مرض زوجها، والله أعلم. كذلك إذا رأت المرأة الحامل أن الجمل يعضها في المنام دليل على المشاكل أثناء فترة الحمل، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أن الجمل يعضها في المنام إشارة أن هذه الفتاة سوف تتعرض للذلة والمهانة، والله أعلم. إذا رأى الرجل المتزوج الجمل الهائج في المنام دليل على الضرر الذي يحدث له، والله أعلم. ربما يشير رؤية الجمل الهائج في منام الرجل أن شخصا عزيز عليه يغدر به ويمكر به الأيام القادمة، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة الجمل الهائج في المنام يدل على شخص غير أمين وغادر في حياتها، والله أعلم. تدل رؤية الفتاة العزباء للجمل الهائج في المنام على الصفات السيئة الغير محمودة التي تتحلى بها هذه الفتاة، والله أعلم. إذا رأى الرجل المتزوج الناقة ولديها ابن في المنام يدل ذلك على الحمل القريب لزوجته، والله أعلم. إذا رأت المرأة الحامل في المنام أن الناقة لديها ابن في المنام دليل على اقتراب الولادة لهذه المرأة، والله أعلم. تدل رؤية الناقة وابنها في المنام على الرزق الكثير للمرأة المتزوجة، قد يدل على اقتراب حمل المرأة في الفترة القادمة، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل المتزوج أنه يرقب الناقة دليل على طاعة الزوجة لزوجها، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة في المنام أنها ترقب الناقة دليل على الحياة الزوجية السعيدة في حياتها، والله أعلم. كذلك يشير إلى اقتراب الرزق بالحمل لهذه المرأة، والله أعلم. رؤية المرأة الحامل أنها ترقب الناقة يدل على إنجاب فتاة جميلة، والله أعلم. إذا رأى الرجل المتزوج أنه يذبح الناقة في بيته يدل على الأمور الغير محمودة، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل أنه يذبح الناقة في بيته في المنام دليل على موت أحد الأشخاص الموجودين في هذا البيت، والله أعلم. رؤية المرأة الحامل ذبح الجمل في المنام دليل على تعرضها لبعض الأزمات الصحية في حياتها، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تذبح الجمل دليل على المرض الذي تتعرض له، والله أعلم. عندما يرى الرجل المتزوج الناقة تلي